ملحقش يفرح ولا يدخل دنيا وراح لآخرته. كان بيدور على العروسة وقرر يتجوز قبل رحيله بثلاث أيام. عروستك في الجنة يا عبد الله، كان سندي وأكتر أبنائي وفاء. عفاف شعيب كشفت عن تفاصيل جديدة توجع القلب لرحيل عبد الله ابن حسن يوسف على لسان والدته، إزاي كان بيخطط لحياة جديدة وملحقش يتهنى بيها. لحظات صعبة عاشتها الناس كلها الكام يوم اللي فاتوا، وخاصة أسرته، ما بين إنهم مش مصدقين ورافضين رحيله، وما بين صدمتهم ورضاهم بقضاء ربنا وإنه شهيد. إزاي أم شمس البارودي كانت حاسة برحيله ورفضت تسافر تصيف وهو اللي أصر؟ ليه نزل البحر في التوقيت ده تحديداً رغم ارتفاع الأمواج؟ اللي قالته على لحظاته الأخيرة قبل رحيله كان صادم جداً. شمس ما كانتش عايزة السنة دي تروح الساحل تصيف، ولكن عبد الله هو اللي أصر وقالت له ساعتها بلاش أجلها، أنا ماليش مزاج. قال لها لأ أنا عايز أروح، وراح لقضاه، وده نصيبه، ربنا مقدر له كده وهو شهيد. ده اللي قالته عفاف شعيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، وزي ما يكون قلبها كان حاسس إنها يحصل حاجة. كانت أمه مقبوضة ومش عايزة تسافر، لكن ده قدره وربنا اختار يكون رحيله بالطريقة دي. عفاف شعيب قالت كمان إن حسن يوسف قال لها إن الفقيد غاب من الساعة 12 الظهر يوم السبت، ولما استمر غيابه لفترة طويلة ومش عادته بدأوا يدوروا عليه وبلغوا الشرطة. الحاج حسن كان بيتكلم النهاردة بصعوبة الحقيقة، وقرب الفجر لقوه عايم على البحر. هو نزل البحر الظهر وبالليل ظهر برا الشط، فهي دي اللي تعباهم نفسيا. في اليوم ده كانت الأمواج شديدة جدا وحذروا في القرية من نزول البحر، ولكن هو نزل لقدره، ولما شرب كمية كبيرة من المية وجسمه اتنفخ طاف على وش المية، وبقت الأمواج تشيل وتحط فيه لحد ما وصلته على الشط، وده من رحمة ربنا إنه رجع تاني. وقضى ألطف على قلوبهم من إنه كان يختفي خالص وما يلاقوهوش، أهو على الأقل عرفوا رحل إزاي ودفنوه ويقدروا يزوروه. ونزول البحر في التوقيت الصعب ده اللي خلى بعض الناس تشك في رحيله وإن ورا رحيله إن، فيا ترى ده حقيقي فعلا؟ لكن عفاف شعيب جاوبت على السؤال ده بطريقة غير مباشرة، وكأنها بترد على الناس اللي بيشككوا في رحيله، وقالت إنه كان بيعوم كويس وزي ما والده قال كان سباح، وإن عبد الله كان حنين وطيب وبرم بأمه وأبوه وإخواته. عروستك في الجنة يا عبد الله، كان سندي وأكتر أبنائي وفاء، ده اللي قالته شمس البارودي وهي بتحكي لعفاف شعيب عن خطط عبد الله إنه كان عايز يتجوز رغم إنه كان رافض الجواز، ولكن قبل رحيله بثلاث أيام طلب من أمه تشوف له عروسة. ربنا يرحمه ويصبر أسرته على الصدمة الكبيرة اللي تعرضوا لها الساعات اللي فاتت وفقدانهم لأعز ما يملكوا. تفتكروا رحيله كان بفعل فاعل زي ما تقال، وإن حد هو اللي أنهى حياته، ولا هو اللي أنهى حياته بنفسه؟ خاصة إنه كان عارف إن الأمواج دي كانت عالية جدا في الوقت ده، ورغم كل التحذيرات من إدارة القرية إلا إنه أصر إنه ينزل فعلا. بغض النظر عن تفاصيل رحيله واللي خلاه ينزل البحر لان هو الوحيد اللي يعرف، لكن اللي حصل حصل، ورحل عبد الله حسن يوسف. ربنا يصبر قلوب كل محبيه ويكفينا جميعا فواجع الاقدار.